الله الله. كما هي حالة الأزهريين عموما، يبدأ حفظ القرآن في القرية، ثم يحفظ مجموعة من المتون، ثم هذه تؤهله للالتحاق بالأزهر الشريف. والتحق بالأزهر ودرس علوم الأزهر المختلفة وتخصص في الفقه الشافعي، فكان علما من أعلام الفقه الشافعي في مصر، الشيخ البرماوي، واسمه الإمام إبراهيم ابن محمد ابن شهاب الدين ابن خالد البرماوي الأزهري الشافعي الأنصاري. هذا الإمام العظيم الكريم أدى رسالته كشيخ للأزهر لمدة 6 سنوات، من سنة 1101 إلى سنة 1106. والأزهر كما يعني قرأتم وسمعتم أبوابه مفتوحة ومشرعة لكل طلاب العلم من أنحاء العالم الإسلامي، كلهم يحملوا رسالة العلماء ثم يبلغونها إلى من وراءهم في بقاع الأرض المختلفة. فالرجل هذا الرجل الكريم العظيم أدى رسالته بقيادته للأزهر الشريف في هذه المرحلة، مرحلة متقدمة، وكان له تلاميذ يحملون رسالته. أنا من خلال قراءاتي، المولى تبارك وتعالى يبارك للصالحين من عباده إما في علمهم وإما في تلاميذهم وإما في أبنائهم، لكن لم أجد يعني هذا المنحة أو هذه البركة تعم هذه الأمور الثلاثة إلا في رجلين في خلال التاريخ الإسلامي، واحد في حضرموت اسمه الشيخ محمد الحداد، بارك الله له في أولاده الآن موجودين في إندونيسيا في ماليزيا في كينيا في كل بلاد العالم الإسلامي، ثم أيضا تلاميذه حملوا رسالته أيضا إلى بقاع الأرض، ثم مؤلفاته الكثيرة المنتشرة. في خلال رحلتي هذه التي يعني كانت إلى منطقة أو إمارة الشارقة، عثرت على إمام آخر بارك الله له في هذه الأمور الثلاثة، الإمام شاه دهلوي أحمد عبد الرحيم الدهلوي. هذا الرجل تبارك الله له في علمه، فألف أكثر من 100 كتاب، وبارك الله له في تلاميذه شحملوا رسالته في الإصلاح، وبارك الله له في أولاده أيضا حملوا رسالة العلم والإصلاح في بلاد الهند، وأيضا كان له جهد كبير في إنشاء دولة إسلامية في الهند ظلت أكثر من 100 عام. وكم سنة عاشها؟ 60 سنة، 61 سنة. هذه منح من مولى تبارك وتعالى، يعني ليست العبرة بكثرة السنوات التي يقضيها الإنسان في التدريس أو في قيادة مثلا مؤسسة كبيرة زي مؤسسة الأزهر، ولكن البركة قد تكون في وقت قصير وتعم. فإذا بورك له في تلاميذه الذين يحملون علمه تستمر الرسالة، إذا بورك له في علمه أيضا تستمر الرسالة، إذا بورك له في أولاده أيضا تستمر الرسالة. لكن كما قلت لكم، أنا من خلال
يعني دراساتي وقراءاتي لم أجد أحدا جمع الله له هذه الأمور الثلاثة إلا هذين الرجلين. أنا ما تعرفش يعني أنا الإمام مالك مثلا وهو طبق شغلة العالمين، نفع الله بتلاميذه وبعلمه، لكن لم ينفع الناس بأولاده، لأن أولاده ما كانوش متخصصين، ما كانوش منتبهين إلى رسالة والدهم. تجد مثلا الإمام مالك كما يقول الإمام ابن تيمية الإمام الوحيد الذي رحل إليه الطلاب العلم ملوك وشباب وفقراء من مشارق الأرض ومغاربها، وكان يجلس في جلسته طلاب من مصر ومن اندونيسيا ومن في كل مكان، لكن على بعد قليل ابنه بيلعب الحمام مع الشباب الفارغ، فكان ينظر إليه وينظر إلى هؤلاء الطلاب الذين يأتون من الأندلس ومن شمال إفريقيا، فكان يقول إنما يعزيني في هذا أن الأدب أدب الله، يعني مش المسألة أب عالم ولا مثلا، لا لا، إنما الأدب أدب الله، إنما يعزيني في هذا أن أحدا لم يرث أباه في هذا الشأن إلا عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد بن بكر، هو الذي أخذ علم أبيه وجلس في مجلس، لكن ما عدا ذلك أبناء العلماء مشغولون بحياتهم ولا ينتبهون إلا رسالة والدهم. أنا أحد هؤلاء الناس، عندي حتى مسجد صغير تحت البيت، وأولادنا أحيانا يتجمعوا فيه لبعض الدروس، أولادي نايمين فوق المسجد وساكنين فوق المسجد، ما في واحد يفكر ينزل مع الطلاب، مشغولين كل واحد في حاله. هؤلاء الذين يأتون من حلوان، من أحيانا بعضهم يأتي من إسماعيلية، ومع ذلك الناس أبنائنا اللي ساكنين فوق المسجد ونايمين فوق المسجد لا ينزلون ولا يحضرون الدروس. يعني المسألة مش مسألة شطارة ولا مسألة قرب ولا بنوة ولا أبوة، إنما هي بركات المولى تبارك وتعالى يمنحها لبعض العلماء، قد يمنحهم في أبنائهم وقد يمنحهم في تلاميذهم وقد يمنحهم في علمهم. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ألا نحرم من هؤلاء الثلاثة إن شاء الله. قضيتنا اليوم، أنا مش أيضا حاجات اللي شغلنا في هذه الأيام، هذه الدعوات في موضوع الدستور، وناس عندهم يعني شدة في المطالبة بحرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد، وأخشى ما أخشاه أن يتضمن الدستور كلمة حرية الاعتقاد هذه. ليه؟ لأن احنا حرية الاعتقاد مكفولة في الشرع الإسلامي، لا إكراه في الدين، لكن هذا بالنسبة لمين؟ لمن كان على ملة أخرى ويريد أن يسلم أو يعني اتخذ أي دين آخر، ما فيش مشكلة، لا إكراه في الدين، لكن بعد أن يعتنق الدين الإسلامي وأصبح فرد من أفراد المسلمين، له ما له ما عليه ما عليهم، ثم يفكر في ترك الدين الإسلامي ويعتنق ملة أخرى، قد تكون المسيحية، قد تكون اليهودية، قد تكون القديانية، قد تكون البهائية، قد تكون الملة الآن كثيرة، وهذه مشكلة كبرى، مشكلة كبرى. لو رصد هذا المبدأ في الدستور تبقى عندنا فتنة في الأمة، فتنة. ليه؟ لأن القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. فأنا الحقيقة متخوف من هذه الدعوات، وأخشى ما أخشاه أن يسجل هذا في الدستور فيحدث فتنة كبرى في المجتمع، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويوفقنا إلى سلوك الطريق القويم إن شاء الله، بحيث لا نتعرض لهذه الفتنة إن شاء الله.
مع إمامنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كنا بدأنا قبل السفر في باب المجاهدة، وبقيت معنا مجموعة من الأحاديث وهي أحاديث هامة هامة جدا. من هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ حديث متفق عليه. إيه ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. إيه تتفطر قدماه؟ يعني يظل قائما طول الليل حتى تتورم الأقدام وتتشقق، تتورم وتجمع فيها الدم ثم إيه؟ تتشقق، فيسيل الدم يمين وشمال من أرجله، ده معنى تتفطر، حتى تتفطر قدماه. سبحان الله العظيم. القرآن الكريم يسجل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك إيه؟ تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ثلثي الليل، عندنا ليل الشتاء كم ساعة احنا مثلا؟ أقل 12 ساعة، أظن 12 ساعة لغاية مطلع الفجر. لما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام أدنى من ثلثي الليل، ثلثي الليل 8، وهو يقول أدنى من ثلثي، يعني 7 ساعات. شخص عنده هذه المهام كلها طول النهار ومع ذلك يقف بين يدي الله في الليل 7 ساعات، 7 ساعات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجهد ده؟ ايه الجهد ده؟ ما هوش فاضي عشان طول النهار نايم ونصحى بالله، ده طول النهار اعمال، ينشئ دولة، ينشئ امة، يواصل يحاول دعوته تصل الى كل مكان في العالم. ومع ذلك لما السيدة عائشة تعتب عليه، تعتب عليه وشفق عليه: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ زوجة حنون تعتب على زوجها كونه هو يتحمل هذه المشاق. ايه كان الجواب؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني أنا المولى تبارك وتعالى أنعم علي بنعم كثيرة جدا، هذه النعم تحتاج إلى شكر، هذه النعم تحتاج إلى إيه؟ إلى شكر. فقيامي هذا نوع من الشكر، قيامي هذا نوع من شكر المولى. إذا مش معنى الشكر متشكرين بارك الله فيك، ها؟ متشكرين يا رب، الله متشكرين يا فلان، لا. الشكر باللسان حاجة، لكن الحاجة الأكبر الشكر بالأفعال. الشكر بالإيه؟ بالأفعال، تقديم الطاعة لله تبارك وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو الشكر. شكر التعاب الجسد والسهر ومكابدة الليل، مكابدة الليل شقة. شوف الصحابة لما يعني ابن مسعود يقول: أنا وجدت النبي عليه الصلاة والسلام بالليل في المسجد يصلي، فوقفت خلفه بجواره، وإذا به يقرأ ويقرأ 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 ويقرأ، أنا تعبت
حتى لقد هممت بأمر سوء، حتى لقد هممت بأمر سوء. سألوه: يا أبا عبد الرحمن، ما هو الذي الأمر الذي هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه، أن أجلس وأدعه يستمر. مش قادر أنا، مش قادر أنا أستمر كما يستمر. طيب أنت ابن مسعود سنك كم سنة؟ أنت شباب ولسه، لكن قيام الليل شق. أيضا حذيفة أيضا يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وجدوا قام يصلي، بدأ بسورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران، وإيه ما من رحمة آية فيها رحمة يدعو ويطلب الرحمة، ما من آية فيها عذاب يتعوز، ما من آية فيها سؤال إلا ويسأل، ثم يركع قريبا من قيامه ثم يسجد قريبا. هذه أمور لا يتحملها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى زوجته كانت تشفق عليه من هذا. طيب إحنا عاوزين نقتدي بهذا، صحيح؟ مش بهذا القدر ولا بهذا الجهد ولا حتى ننتظر حتى تفطر أقدامنا. عشان إيه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أنعم عليه بنعم كثيرة جدا فبيشكر نعم ربنا، وإحنا نتعب نفسنا بهذا القدر ليه؟ الله، أنت المولى تبارك وتعالى أنعم عليك بنعم لا تحصى، لو حبيت أنت تعدها لا تحصى. نبدأ مثلا، المولى تبارك وتعالى عرف والدك بوالدتك والتصق معا ثم حملت بك أمك 9 أشهر، من الذي عافاك في بطنها وأنت مية ثم نطفة ثم علقة ثم وأنت من أضعف، من الذي حماك في هذه المرحلة كلها حتى ولدت بشرا سويا؟ وإيه لا ده في حاجة ثانية، من الذي عطف أمك عليك بطلت القيام بطلت الحركة بطلت الخروج عشان خايفة على الإيه؟ على ما في بطنها، حماية لما في بطنها. والدك مجرد ما يعني شاف والدتك حملت بيك إذا أصبح إيه؟ هو حريص عليها أكثر من نفسها، لا بلاش الحركة دي، بلاش تقوم دي، بلاش. هذه النقطة أولى. طيب المولى تبارك وتعالى أنعم عليك بنعمة البصر. شوف حضرتك الشخص الذي فقد بصره، لو قيل له تبيع كل ما تملك حتى تستعيد جزء من هذا البصر، هل يبقى على شيء؟ شوف هذه نعمة كبرى، نعمة كبرى. ولذلك الإنسان إذا ضرب إنسان فقده عيناه عليه أن يدفع له دية كاملة، دية إنسان كامل. طيب أيضا أنعم عليك بالشم، الشم فيه جزيئات بسيطة جدا في الأنف تعرفك الرائحة دي الرائحة الطيبة من الرائحة الكريهة، تعرفك اللحمة من غير اللحمة، تعرفك طعم الطعام ده إذا كان يعني يليق أو لا يليق، كل الروائح أنت من خلال هذا الشم أن تحدد. لو فقد هذا الشم واحد ضربك عليه، عليه أن يدفع لك دية كاملة كإنسان. شوف قيمة دية إنسان، يعني دية إنسان 100 جمل مثلا كانت هناك ولا زالت، لو واحد أفقد واحد شمه يدفع له 100 جمل، لأن قيمة شم دي قيمة إنسان، إنسان بغير شم ليس إنسان. طيب الذوق في اللسان، شوف طعم الطعام المية المشروبات اللي كل الحلويات الحاجة دي، لولا هذه الحاسة ما كنت تعرف يعني طعم الطعام ولا يعني الماء ولا غير ولا غير ولا غير. برضو لو إنسان أفقدك هذه الحاسة
علي يدفع لك أدية إنسان كامل 100 ناقة جمل، وهكذا في كل هذه الأعضاء وهذه، أليست كل هذه؟ نعم. ألم يجب عليك أن تشكر هذه النعم والحفاظ عليها؟ ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول في حاجة في البدن أنت ربما لا تدركها، في بدنك 360 مفصل، مفاصل دي 360 مفصل في الإنسان. طيب هذه المفاصل عشان تقوم من النوم تلقاها تتحرك تحتاج إلى صدق 366 صدقة، 360 صدقة، كل مفصل يحتاج إلى صدق. لكن من باب الرحمة لو صليت ركعتين في الصباح هذا تغنيك عن إيه؟ عن 360 صدقة. ما دام شكرت ربنا بركعتين في الصباح هذه تغنيك عن إيه؟ عن 360 صدقة كل صباح. إذن نعم المولى تبارك وتعالى كثيرة، ليس على المصطفى وحده، ولكن أيضا علينا إحنا، عندنا المولى تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، وأهمها نعمة الإسلام. كن وفقك لأن تكون مسلما. نعم قد لا نكون إحنا موفقين للالتزام بمعالم الإسلام، لكن المهم إحنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني مت على الإسلام ومن الذنوب لا تقف، فإن للذنوب غفارة. أهم حاجة أنك أنت تكون حريص على كلمة الشهادة، ثم تعمل ما تستطيع، ما تستطيع تستطيع كثير، إن كان على الاستطاعة تستطيع كثير. يعني أنا لا أقول لك قم كما كان رسول الله يقول، على الأقل أنت تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، ويا حبذا لو ربنا وفقك وحافظت عليها مع في أوقاتها ومع الجماعة، مع الجماعة. ليه؟ لأن هذه الصلوات الخمس هتضرب في 27، كل صلاة بكام؟ ب27. شوف عدد إيه، شوف الدرجات، كل صلاة بكام؟ ب27 صلاة، بدل ما تبقى صلاها صلاة بصلاة واحدة في البيت هتصليها بكام؟ هتاخد كام؟ 27 صلاة. مش 27 صلاة وبس، ده كمان حضرتك وانت تتحرك من البيت للمسجد كل خطوة تخطوها المسجد ترفع بها درجة وتحط عنك بها خطيئة، وكذلك وانت مروح وانت جالس في المسجد انت في صلاة ما انتظرت الصلاة في المسجد. الملائكة وانت جالس في المسجد تدعو لك بالمغفرة والرحمة دمت جالسا في المسجد. إذن الصلوات جهد عظيم ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه، من النعم التي أنعم الله بها علينا أن عرفنا بهذا النوع من العبادة، ثوابها عظيم عظيم عظيم، بس علينا أن نحن نجتهد فيها، نجتهد. والاجتهاد أيضا ينبغي أن يجمع مع الصلاة في وقتها حاجة تانية، وهو إيه؟ أن نستيقظ، أن يكون القلب حاضر، أن يكون القلب حاضر، يعني مش تدخل في الصلاة وأنت غافل ولا تدري كان الإمام في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. في كثير من الناس يدخلون الصلاة ولا يدرون حتى يسلم الإمام يسلم معه، صليت كام؟ قال زي ما صلى الإمام. من النكت التي تحصل من هؤلاء، الإمام بعد ما سلم بعد المصلين قال له أنت سلمت من 3 ركعات، يقول في جماعة قال لا ده سلم صلى 4، اختلفوا، في واحد قال أنا أعرف هو صلى 3 ركعات بس، كيف عرفت هذا؟ قال أنا عندي 4 محلات تجارية، الركعة الأولى بجرد المحل الأول، الركعة الثانية بجرد المحل الثاني، الركعة الثالثة بجرد المحل الثالث،
قبل ما نروح ندخل المحل الرابع الإمام سلم. إذن عرفت أنه لم يصلي إلا إيه؟ إلا ثلاث ركعات، يعني هو دخل في الصلاة وهو مشغول بإيه؟ بمحلاته وبزيارته. وإحنا كلنا هكذا، اللي مشغول بدرسه والمشغول الامتحان بتاعه والمشغول مثلا بمشاكل معاه في البيت. يعني لا، إحنا عاوزين ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. حضرتك إذا ربنا أكرمك وحضرت عقلك معاك في الصلاة، أنت خارج اطمئن أنك أنت صليت، لا دخلت وخرجت ولا تدري كم ركعة صليت، إنما تبعت الإمام، ربنا يعوض عليك. ليس لك من صلاتك إلا إيه؟ إلا ما عقلت منها. الوقت اللي يكون قلبك حاضر فيه ده اللي تحسبه، مش حاضر ربنا يعوض. المهم انه سقطت عنك الفريضة وخلاص. وليس امر في الصلاة ايضا الصيام، الزكاة، الحج وغير ذلك من الاركان الاسلام التي انعم الله بها علينا، وربنا سبحانه وتعالى كفل لنا من ورائها اجرا عظيما. فيه جزئية في الحديث، وهي لما قالت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنما غفر لما تقدم، ولكن سكت، والسكوت دليل على الرضا وعلى أن ما قالته صحيح. الوحيد في الأمة الإسلامية الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إحنا عندنا أعمال من حافظ عليها يغفر له ما تقدم من ذنبه، لكن لم يرد في حديث صحيح أن فلان الفلاني عمل أعمال غفر الله له إيه ما تقدم وما تأخر. إلا مين؟ إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، هناك أفراد المولى تبارك وتعالى تفضل عليهم وغفر لهم ما يعملونه، زي أهل بدر. أهل بدر كانوا 314 طبعا مع الكفار، كانت معركة غير متكافئة، 314 بدون سلاح وبدون خيول وبدون مع 1000 يعني رجل من قريش بمعداتهم وأسلحتهم وخيولهم. المولى تبارك وتعالى قد غفر لأهل بدر كل ما يعملونه، كل ما يعملونه. ودي احنا عرفناها من خلال قصة حصلت لرجل صحابي اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام لما هم بغزو قريش حين لم تفي بصلح الحديبية، وضع الحرب 10 سنين، ولكنهم لم يفوا بهذا العقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزم على غزو قريش، يقوم حاطب بن أبي بلتعة يكتب رسالة سرية إلى قريش يخبرهم فيه بأن رسول الله سيغزوهم، عشان إيه؟ ياخذوا بالهم وينتبهوا ويدافعوا عن نفسهم. الوحي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة، فعليه الصلاة والسلام كلف عليا ورجلا آخر معه يلحقوا امرأة تركب
ناقة وتسير في اتجاه مكة ومع هذه الرسالة. أدركوها في مكان اسمه روضة خاخ بين مكة والمدينة. أخرجي ما معك، قال ما معي شيء، قالت لا، لقد أعلمنا رسول الله إني معك كتاب إلى قريش، وإلا سنفتشك حتى تحت ثيابك. هي خشيت وأخرجت الكتاب من خفها، خف نعم، وفيه على أن رسول الله سيأتي لغزوكم. ده رسالة من مين؟ من حاطب. حاطب حضر غزوة بدر. فلما جيء بحاطب، لما فعلت هذا يا حاطب؟ قال والله أنا على ديني وإسلامي منذ أسلمت، لكني لست من قريش، وإنما كنت حليفا فيهم، فأردت أن أعمل شيئا صنيعا لهم عشان يحفظوا أهلي وهم هناك، لكني الحمد لله مستمسك بديني. فقام سيدنا عمر مسك السيف، قال يا رسول الله اسمح لي أن أقتل هذا الرجل الذي نافق، إن حاطب نافق، اسمح لي أن أقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب حضر بدر، حاطب عمل خطير، تجسس على المسلمين، والحكم على الجاسوس القتل في أي وقت سواء كان مسلم أو غير مسلم، لكن هنا في مانع، وهو أنه من أهل بدر، والمولى تبارك وتعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المهم على أن المغفرة لما تقدم من الذنوب قد تحدث، وعندنا احنا أحاديث، يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن ما تأخر دي لم ترد عند أحد من الناس. المهم نخرج من هذا الحديث بأن هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا ينبغي أن تشكر، ينبغي أن تشكر، لا بالقول فقط، ولكن بالقول والطاعة. أنت تكسر من الصلاة، تكسر من الصيام، تكسر من الصدقة، تكسر من الحج، من باب من باب شكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي أنعم الله بها عليك. وأنا ذكرت شوية منها، لكن نعم كثيرة جدا، نعم كثيرة جدا لا يمكن أن تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. طيب، الحديث الذي بعد هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، يعني أعلى درجات الصحيح، متفق عليه البخاري ومسلم. طيب، العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله، يعني لم ينم. احنا عرفنا في الأيام الأخرى يقوم ثلثي الليل أو أدنى من ثلث أو النصف أو الثلث، لكن في ليالي العشر الأواخر من رمضان لا ينام. العشر الأواخر من رمضان كان رسول الله ينام، أحيا ليله كله، أحيا ليله كله، وبعدين
أيقظ أهله، الناس في الستات في البيت في الأيام العادية صحيح من صلاة الفجر، لكن العشر الأواخر لا، لازم يقوم الليل. الست في البيت برضو لازم تشارك زوجها في الإيه؟ في قيام الليل. وشد مئزره، المئزر اللي هو زي السروال عندنا. ايه معنى شد المئزر؟ له تفسيرين. اما شد المئزر يعني لا يقرب اهله، شد مئزره يعني لا يقرب اهله في هذه العشر الاواخر، او المعنى الاخر وهو شد مئزره يعني استعد للعمل الشاق. شد الحزام يعني ايه؟ يعني معناه انك انت لازم داخل على عمل شاق، شد حزامك وتشتغل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر الأواخر من رمضان كان يضرب المثل لأصحابه، كان يقوم الليل كله. قال تحسبا لليلة القدر، تحسبا ليلة القدر، لأنه الأحاديث وردت في أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. الصحابة رضوان الله عليهم كثرت رؤاهم بليلة القدر، وكل الرؤى تحكي أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قد تكون ليلة 21 كما وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون في ليلة 23، وقد تكون في ليلة 25، وقد تكون في ليلة 27 أو 29. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بهذا الأمر، لأن ليلة القدر المولى تبارك وتعالى أكرم بهذه الأمة. إيه السبب؟ لأن بني إسرائيل من هم عباد، كانوا يعني يسجدون ويركعون أكثر من 80 سنة، أعمارهم طويلة، فكثير منهم عبد الله أكثر من 80 سنة. طيب إحنا أمة المحمدية عمرها قل من يصل إلى هذا، ما بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك. يا رسول الله احنا ظروفنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكرم امتي، طلب من ربه اكرام الامة، فاكرمهم بايه؟ بهذه الليلة. من قام هذه الليلة تساوي قيام كام؟ 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر إيه؟ خير من 1000 شهر. من وفق لقيام هذه الليلة هو حاز الفضل الذي حازه الرجل الإسرائيلي القديم في 1000 إيه؟ في 1000 شهر، خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. هذه الليلة المباركة المولى تبارك وتعالى كل شؤون العباد تحكم وتحتم في هذه الايه؟ في هذه الليله. والحديث اللي اعرض الصحيح ما رواه البخاري ومسلم وما رواه جماعه، اللي هو ايه؟ يعني اعرض الصحيح ما رواه البخاري ومسلم وما رواه جماعه. احنا بنعتبر ما رواه البخاري ومسلم اعلى درجات الحديث، لان الاخرون متابعون، الآخرون هم متابعون. طيب عندنا الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك
واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث يريد أتمنى أن تتيقظوا، لأن فيه معاني عجيبة وفيه نصائح فريدة. لو بلاش لو، إذا ما المولى تبارك وتعالى فتح علينا وشرح صدورنا لخرجنا من هذا المجلس بهذا الحديث العظيم بفوائد لا حصر لها. نبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير أحب إلى الله إيه؟ من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما المراد بالقوة هنا؟ قوة الجسد ولا قوة الإيمان؟ كثير من أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا العبرة بقوة قوة الإيمان، لأن الجسد القوي قد يستخدم قوة جسده في المعصية. يعني بعض الناس اللي عندهم أجساد قوية قد يستخدمها في التقوى، وبعضهم قد يستخدمها في الإيه؟ في المعصية. لكن الإيمان القوي صاحبه يكون عنده حرص، عنده حرص على كل الأعمال الخيرة. فإذا القوة هنا قوة الإيه؟ قوة الإيمان، قوة الإيه؟ الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. لماذا كان أحب إلى الله؟ لأنه يسارع إلى الخير، يسارع إلى الخير، يصلي الصلاة في وقتها، يصوم الأيام الفاضلة، يتصدق بما يملك، وغير ذلك من الأعمال. عنده دافع قوي، إيمانه يدفعه إلى كل الأعمال الخيرة. إيمانه القوي، إيمانه القوي. الإيمان الضعيف صاحبنا يدوبك يصلي الفرائض بس مثلا، أو يؤدي مثلا فريضة الزكاة مثلا أو فريضة الصوم، لكنه لا يستكثر من الخير. يعني قد يكون مشغول بأعمالي، قد يكون مشغول بصحتي، قد يكون مشغول بأولادي. المهم أنه الآخر مشغول بكل عمل من أعمال الخير، ولذلك كان أحب إلى الله. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال في العبارة الأخيرة: وفي كل خير. صحيح هذا أعماله كثيرة وخيراته النافعة كثيرة وقربه إلى الله مستمر، لكن الآخر برضه لا يحرم من الخير، غير محروم من الخير. ولذلك العبارة الأخيرة دي فيها راحة للنفس. كلنا ضعف، كلنا ضعف، فإحنا لو كان الخير مقصور على الأقوياء فقط ضعنا إحنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذنا: وفي كل خير. وفي كل إيه؟ كل خير. ودي بيسموها أسلوب الاحتراز، أسلوب الإيه؟ يعني مثلا فلان رجل كويس وفلان رجل كويس وفلان ويسكت، والله كلهم كويسين في النهاية، كلهم كويسين، عشان إيه؟ الآخرون بياخدوش على خطرهم. وتجد هذا في القرآن، مثلا قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. شوف كده هو اللي أنفق قبل الفتح وبعده، وفي ناس أنفقوا بعد الفتح بس، لكن مع ذلك إيه؟ كلا وعد الله إيه؟ بعد ما قال ما يستوياش، لا يستويان، قال لا برضو يعني فيهم خير، الجميع فيه خير، بس إيه؟ الذي أنفق من قبل ومن بعد سيكون خيره أكثر وأقرب إلى الله. كذلك مثلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لو اقتصر الأمر على ذلك كانت تبقى منقصة في حق مين؟ سيدنا داود.
لكن بعدها قال إيه؟ وكلاً آتينا حكماً وعلم. كلاً آتينا حكماً إيه؟ وعلم. يا سلام. وحتجد الأسلوب كثير في القرآن. المولى تبارك وتعالى بيعطف على الضعفاء. ده هذا من باب العطف. بيعطف على الضعفاء. حتى لا يحرموا. ولذلك حضرتك لما أنت تقرأ مثلا في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بقى التوابين اللي كانوا غرقانين في المعاصي وتابوا يقدموا على الناس المتطهرين اللي طول عمرهم في الطهارة والصلاة. ها؟ قال هذا أسلوب جبر الخاطر. ها؟ أسلوب جبر الإيه؟ جبر الخاطر. هؤلاء قدموا عشان إيه؟ جبر الإيه؟ لخاطرهم حتى يعلموا أنهم في محل رضا من رب العالمين. طيب احرص على ما ينفعك. الجزء الثاني هو احرص على ما ينفعك. احنا عندنا الأعمال ثلاثة أقسام: قسم نافع، قسم إيه؟ ضار، وقسم لا يضر ولا ينفع. طيب أنت احرص على إيه؟ على الجزء الإيه؟ النافع من الأعمال. كل عمل تجد فيه مصلحة لك، مصلحة لأولادك، مصلحة لزوجك، مصلحة للمسلمين، احرص عليه، احرص عليه، ولا تنشغل بغيره، ولا تنشغل بغيره حتى تنتهي منه. احرص على ما ينفعك. أما الأعمال الضارة هذه ابتعد عنها، برضو من باب الحرص، بعد عنها من باب الحرص. فيه جزئية أضيفت لهذا: واستعن بالله. أنا أحرص على ما ينفعني في المذاكرة، في العمل، في التجارة، في الزراعة، في كل هذه المجالات، لكن مع إيه؟ مع الاستعانة بالله. الشطارة بتاعتك في تجارتك ابذل كل ما تستطيع، لكن دائما نقول اللهم وفقني، اللهم بارك لي في تجارتي مثلا. كذلك في الصلاة وأنت تصلي، اللهم تقبل مني، اللهم أعني، اللهم أعني على صلاتي، اللهم أعني على طاعة ربي. أنت قوي وبتصلي، لكن مع ذلك دائما إيه؟ تستعن بالله، لأن لولا عون الله لك لما استطعت أن تفعل شيئا. ولذلك كان سيدنا عيسى عليه السلام يقول إيه؟ الناس قسمان، قسم معافى وقسم مبتلى. قسم إيه؟ معافى وقسم إيه؟ مبتلى. فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. خلينا هذا الكلام الجميل، الإنسان، الناس الطيبين اللي هم موفقون دول هم المعافين. في ناس ما بيصلوش، انت رايح المسجد ناس قاعدين على القهاوي ما يدخلوش المسجد. حذاري ان تفكر انك انت افضل منهم، حذاري ان تكون تشعر انك انت اقرب الى الله منهم، حذاري ان تشعر انك انت يعني بشطرتك وقوتك افضل منهم. ليه؟ لا، انت معافى وهم مبتلون، أنت معافى وهم مبتلون. هؤلاء حينما تأتيهم العافية والواحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه، ربما يسبقك ويكون أقرب إلى الله منك. إذن شطرتي أنا صلاتي وطاعتي مش بقوتي وفهلوتي وأنا يعني شاطر، لا، هذه بعون الله.
هذه بعون الله. الآخرون دول لو جاءتهم العافية ومن الله عليهم ربما يسبقونك. كم رأينا من الصالحين كانوا على بلاء وابتلاء شديد ثم حين جاءتهم العافية كانوا أسبق من غيرهم، كانوا أسبق من غيرهم. يعني أنا أضرب لك مثل برضه عشان في فايدة عظيمة. تسمعون بعبد الله بن المبارك كان رجل من خيار الصالحين وممن يقول عنه الإمام النسائي في كتابه في الحديث ما يوجد في بلاد الشام ولا مصر ولا العراق ولا غيره أحد أكثر طلبا للحديث من عبد الله بن المبارك. طيب عبد المبارك ده كان إيه؟ كان أول شاب فارغ، يعني والده خلف له بساتين وخلف له يعني خيرات كثيرة، وكان مشغول مع الشباب طول الليل يسهروا يشربوا الخمرة ويسكروا مع بعض ويلعبوا على العود وعلى القيصارة. ثم تأتي الإيه؟ العافية في ليلة من الليالي، يستيقظ يمسك العود عشان يضرب عليه ما يستجبش، مرة في مرة في مرة، وإذا به يسمع العود نفسه الخشب العود يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. العود نفسه الخشب، خشبة العود أهو، عارف العود اللي بيقول عليه كده أهو يتكلم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كان جوابه: قد آن يا رب، قد آن الأوان خلاص. وأصبحت حياة المستقبلة غير الحياة لإيه؟ اللي راحت كلها. وجد في طلب العلم، وجد في عمل الخير، وجد في حاجات كثيرة جدا، له تاريخ عظيم، له تاريخ عظيم، تاريخ عظيم. فإذا احنا ما فعلناه من الخير ليس بشطارتنا ولا بفكرنا الناضج ولا بقوتنا، ولكن ايه؟ بفضل الله وعونه، بفضل الله ايه؟ واحنا تعلمنا كده في الفاتحة. احنا الكلام ده المولى تبارك وتعالى علمهن في سورة الفاتحة، لكن مشكلتنا ان احنا يعني نقرب بسرعة بحيث لا ندرك، لا ندرك. اهدنا الصراط المستقيم، هناك في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. الاستعانة باستمرار تبقى في ذهنك، كل عمل من الأعمال لابد أن يكون فيه إيه؟ فيه استعانة. نحن نعبد كما أمرتنا، ولكن إيه؟ نطلب العون منك. إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نعبدك لكن متعلقين بأنك أنت تعيننا، تعيننا، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف يا سيدي: واستعن بالله ولا تعجز. إيه تعجز يعني؟ يعني أنت إذا بدأت الأول، أنت قلت أن العمل ده نافع وبدأت تشتغل فيه، حاول أن تستمر حتى تحصل على النتيجة. احنا أصلا أحيانا الإنسان مثلا بيدور على مسألة في كتاب، يقوم هو يفتح الكتاب تجاب له مسألة ثانية ينشغل بيها، مسألة ثالثة ينشغل بيها، وينسى المسألة الأولى اللي هو بدأ إيه؟ مسك الكتاب من أجلها. كده أنت هتخرج بلا فائدة، شغلت بغيرها. لا، أنت ما دام أنت حرصت على عمل استمر في هذا العمل ولا تنقطع عنه حتى تتحقق النتيجة التي أردتها من هذا العمل. فلا تعجز، يعني لا تقول والله أنا تعبت خلاص مش قادر أنا أكمل. لا، استمر 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 واطلب العون من الله، استمر واطلب العون من الله، ستجد الأمور تزلل لك. طيب: وإن أصابك شيء
فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. الإنسان كثيرا ما يبدأ في أعمال ثم لو قدر فيها النجاح، طالب مثلا بيذاكر ثم يفاجأ بالنتيجة على غير ما توقع، رجل التاجر السوق ماشي وحاله ماشي ويجيب شوية تجارة واسعة ثم يتوقف يهبط السوق، رجل المزارع ينفق على زرعه وينفق وينفق ثم لا يأتي تأتي النتيجة كما يتوقع. يا ريتني أنا عملت كذا، يا ريتني مثلا عملت كذا، يا ريتني عملت كذا، يا ريتني عملت كذا. هذا خطأ، هذا خطأ. أنت لو كان في هذا الأمر ونجاحه خير لك لأعطاك الله إياه ولأوصلك إياه، لكن منعك منه ربما منعك فيه خير لك. أنا أتذكر في هذا المجال كنا سنة سنة 60 61 الثانوية الأزهرية، وطبعا كان أيام عبد الناصر كلها حروب في حروب وما فيش تعيينات، من سنة 55 إلى سنة 61 ما فيش تعيينات، فكلنا عندنا في ذهننا لازم نأتي وندخل كلية اللغة العربية، الكلية الوحيدة اللي فيها تعيينات. ليه؟ لأن وزارة التربية والتعليم ينقصها معلمين لغة عربية، فإحنا عشان نتعين الكل، كل الطلاب جايين وإحنا في ذهننا نروح إيه كلية اللغة العربية. الحمد لله أنا كنت موفق في مرحلة الثانوية، كنت أطلع الأول على معهد قنا أول، ونيجي في الثانوية يبقى لي ملحق. الناس تعجبوا، ده اللي كان يطلع في أولى وثانية وثالثة الأول إزاي يبقى لي ملحق؟ طيب يطلع الثاني، يطلع الثالث، ملحق في إيه؟ في مادة الإنشاء. الملحق فين؟ في مادة الإنشاء، وقت 15 من 20 في مادة الإنشاء. أنا طبعا حزنت والناس اللي حوالي حزنوا. المهم نجحنا في الدور الثاني، طبعا الدور الثاني بيدولك أقل درجات النجحة بس 20 درجة. جاءت أوراقنا هنا إلى التنسيق، كل إخواني راحوا اللغة العربية إلا الفقير، استبعدوني منين؟ من كلية اللغة العربية. ليه؟ لأن اللغة تشترط التفوق في 4 مواد، النحو والصرف والإنشاء اللي هو التعبير والبلاغ، وإنت في الإنشاء يعني رقمك ضعيف فيه. طيب ودوني فين؟ كلية الشريعة، درجاتي تتوافق كلية الشريعة. قلت كلية الشريعة يعني ما فيش تعيين، من قصيرة كده هو ما فيش تعيين، خلاص أنا أقيد اسم في كلية الشريعة وأبحث عن عمل من الآن. وفعلا وجدت عمل في القاهرة بالثانوية، لكن مع اتصال بالإيه بالكلية كنت أنجح كل سنة وأجيب تقدير كويس، والقاهرة انتهت مدة الكلية وأنا موجود في القاهرة. طيب ما دام موجود في القاهرة قدمت الدراسات العليا، قدمت الدراسات العليا، خدت الماجستير. ما دام موجود في القاهرة كمان قدم على الدكتوراه وخدت الدكتوراه. كل زملائي اللي كانوا معاي بعد ما خدوا الكلية توزعوا على إيه، اللي راح أسوان واللي راح الأقصر واللي راح، ما أحد فيهم دخل الدراسات العليا إلا مين؟ إلا الفقير. قلت سبحان الله، سقوطي في الإنشاء دي هو اللي ده هو اللي إيه اللي مكنني من كون أنا أبقى في القاهرة وأحصل على كل هذه الإيه الدرجات. شوف كده هو، من يستطيع تدبير هذا؟ من الذي يستطيع أن يدبر أمره بنفسه مثل هذا؟ ها؟ يعني قد تكون التأخير الذي تشعر به قد يكون سبب لتقدمك. أنت تشعر بأنك أنت مقصر في حاجة، عندك خلل في حاجة، لكن قد يكون في هذا التقصير دفعة لك.
فياريت أبنائنا وإخواننا يعني يأخذوا هذا الكلام مأخذ الجد ويحمدوا الله على ما أتوا من خير أو شر. المولى تبارك وتعالى هيكرم الناس الضعفاء بس إذا رضوا، إذا رضوا. بس احنا لا لسه احنا كمان اديني خمس دقائق بس، خمس دقائق هنخلص الدرس ونبدأ في خمس دقائق يا ابن الله يكرمك، خمس دقائق بس عشان ما نضيعش الوقت لاخواننا واحبابنا. الحديث الاخير معانا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، في رواية أخرى عند مسلم حفت النار إيه بالشهوات وحفت الجنة إيه بالمكاره، حديث متفق عليه. إيه معنى هذا الحديث؟ النفس احنا تعلمنا على أن الإنسان مخلوق من إيه؟ من تراب ومن أو من مادة ومن روح، من مادة ومن روح. المادة متعلقة بشهوات الدنيا كلها، والروح متعلقة بالملأ الأعلى. بعض الناس قد يعني ينشغلوا بإكرام الجانب المادي في الحياة فيضعف عندهم إيه الجانب الروح، وفي فريق آخر هم قلة الذين يعني ينشغلون بتقوية الجانب الروحي وتضعيف جانب، احنا عندنا توسط في الأمور. المهم المولى تبارك وتعالى جعل النار محفوفة بالشهوات والجنة محفوفة بالمكاره، يعني ايه؟ يعني الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، هذه أمور كلها محببة لأن المال قريب من النفس، والسكر ينعش الإنسان، والزنا فيه انطلاق الله. لكن هذه الأمور المحببة توصل إلى إيه؟ إلى النار، لأن المولى تبارك وتعالى جعل النار محفوفة إيه؟ بهذه الأمور الشهوات المحببة. أما الجنة فهي محفوفة إيه؟ بالمكاره. تصحى تستيقظ من الفجر، قبل الفجر هتصلي الصبح في عز القيلولة، تذهب إلى المسجد تصلي الظهر، الصيام بيأتي في أيام شديدة وصعبة، تصوم وتنفق من مالك اللي هو عزيز على نفسك، تنفق على تعطيه، هذه الأمور الشديدة على النفس لكنها في النهاية توصل إلى إيه؟ إلى الجنة. شوف اعمل مقارنة بين الأمرين، هذه أمور محببة لكن للأسف محبة للنفس لكنها توصل إلى إيه؟ إلى النار. وهذه الأمور المشددة الثقيلة على النفس لكنها توصل إلى إيه؟ إلى الجنة. طب نعمل إزاي؟ نعمل إزاي؟ ألا شد على نفسك، شد على نفسك حتى لا تصل بك هذه النفس إلى إيه؟ إلى النار. و تقوى، قوي الجانب اللي انت يعني شديد عليك وربما تكرهه ونفسك تكرهه، هو الذي هيعودك الى ايه؟ الى الجنه. هذه يعني دائما تعمل انت مقارنه بين الجنه والنار، الجنه محفوفه بالمكاره والشدائد والصعوبات، اما النار فهي محفوفه بالايه؟ بالشهوات والاعمال التي تريح النفس والاعمال التي يعني تقربها النفس يعني. فلذلك نحن دائما نعمل مقارنة، الأمر إذا وجدت فيه النفس شديدة التعلق به اعرفه ده يؤدي إلى النار، لا النفس شديد عليها وخايفة منه ده يؤدي إلى إيه؟ الجنة. ده ميزان، هذا ميزان تعرف به الطريق إلى النار والطريق إلى الإيه؟ الجنة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وارضاه. ونشوف الأسئلة بتاعت الإيه؟ إخوان شوف إيه سؤالك ابن أنت الأخ اللي جايب الأوراق. ماشي طيب ماشي. ما الحكم إذا تعرضت
رؤية الشهود للهلال مع الحسابات الفلكية، وما تفسير حديث صوم رؤيته في ضوء ذلك؟ هذه قضية محسومة من زمان. الحديث يقول صوم رؤيته وأفطر رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوم. يعني الأمر أصبح سهل واضح، لا يحتاج إلى تعمقات ولا يحتاج إلى أجهزة ولا يحتاج إلى يعني شيء مما أبدا. وجدنا الهلال خلاص نصوم، وجدناش الهلال نكمل شعبان 30 يوم ونصوم على طول، ما فيش مشكلة فيه. أما الحسابات الفلكية دي بعض الناس أخذوا بيها، لكن لا ينبغي أن تقدم على الإيه؟ على الرؤية. حسابات الفلكية بعض الناس يقدر عليه وبعض الناس لا يقدر عليه، لكن الرؤية كل الناس يقدر على الرؤية، كل الناس يستطيع الرؤية، لكن الحساب الفلكية أجهزة قد يستطيع البعض وقد لا يستطيع البعض الآخر. لذلك المولى تبارك وتعالى كلفنا بما نستطيع، وهو إيه؟ أن يكون الصيام بالرؤية وليس بالإيه؟ بالحساب الفلكي. ماذا يفعل من رأى الهلال وحده ولم يكن أهلا للشهادة؟ اللي رأى الهلال وحده عليه أن يصوم، بس عليه يخطر الجهاز الحاكم أو الإدارة اللي هو تبعها بأن رأيت الهلال بس، ولا يخطر أحدا آخر. الجهة اللي هو ينتمي إليه إن وجد حد تاني وضموه لبعضهم ممكن مع بعضهم يكونوا مجموعة شهود، نعم، لا لم يجدوا عليه أن يصوم وحده، عليه أن يصوم وحده لغاية ما يثبت الهلال بقية الناس فيصوم معه ثاني يوم ثالث يوم. هل يجوز الصيام بناء على رؤية دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها الصائم؟ لا لا، إذا وجدت دولة أخرى فيها رؤية للهلال وأنت دولتك أعلنت عدم الرؤية، التزم بدولتك، التزم برؤية دولتك ولا تصوم مع الدولة الأخرى، لأن رؤية الهلال تختلف من دولة إلى إيه؟ إلى أخرى. وأنا أتذكر كنا في سنة من السنوات في بنجلادش يوم الخميس أعلنت مصر والسعودية والدول العربية رؤية الهلال. يوم الخميس ده كان موافق 28 شعبان. شوف يعني أول رمضان يوم الخميس وهم عندهم لسه إيه 28. بعض الناس زملائنا قالوا إحنا هنصوم مع السعودية ومع مصر، قلتهم لا، أنا رجل بنجلاديش الآن، أنا رجل بنجلاديشي أصوم مع أهل بنجلاديش. قعدنا فاطرين الخميس وفاطرين الجمعة، وبدأنا الصيام إمتى؟ يوم السبت. لما رحنا باكستان مجرد ما سمعت السعودية هتفطر تاني يوم من العصر أعلنوا إيه العيد عندهم تاني يوم. حسبت أن الأيام صمتها وقت كام؟ 28 يوم بس. خلاص لما نرجع مصر نصوم يوم ونكمل الإيه الشهر 29 يوم. يعني قصدي أنت مع البلد اللي أنت موجود فيها، صوموا أهل البلد رؤيتي وأفطروا إيه رؤيتي، ولا نصوم لدولة أخرى ولبلد إيه آخر. ما حكم القطرة في كل من العين والأنف والأذن؟ يا ريت هذه الأمور التي تحدث الشك عندنا نمتنع منها إلى يعني أن ينتهي اليوم. بعد المغرب نقطر في العين والأنف والأذن إلا إذا كانت أمر خطير، القطر لابد منها وربما يحدث منها مضاعفة. في الحالة دي نقول لصاحبنا أنت افطر واعتبر نفسك مريض لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنك هذا المرض، وبعدين صم أيام أخرى ولا تشغل نفسك يا ترى وصلت لحلق القدرة ولا ما وصلتش، وصلت ولا ما وصلتش، خلاص أنت في حالة مرض، حضرتك اكتر واعتبر نفسك مريض وخليك فاطر لغاية لما تخف، وبعدين تبقى تصوم هذه الأيام مرة أخرى. هل يجوز المرأة أن تتزين وتضع الطيبة في نهار رمضان؟ لا، هو الأفضل والأحسن أن المرأة تتباعد من كل ما يلفت نظر الزوج إليها في نهار رمضان. الأفضل والأحسن
أنها تتباعد عن كل شيء يلفت نظر الزوج، لكن مش معناها تسيب نفسها كده هو لا، يعني تبقى حريصة على الزوج برضو لا يرى منها شيئا يكرهه، ولكن لا تعمل الروائح لأن الروائح جذابة فتتباعد عن هذا حتى لا تكون سبب في وقوع المعصية بينهما في رهان رمضان. تعمل زي الرجل الصحابي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله هلكت وأهلكت ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان، وقعت أهلي في نهار رمضان. طيب اجلس، هل عندك أنت تطعم 60 مسكين؟ هل لا، أنا رجل فقير. طيب تصوم 60 يوم؟ قال: ما أستطيع. اجلس. جه واحد من الأنصار قال: يا رسول أنا عندي شوية تمر، جاب له قفة من التمر، قال له: خذ هذه أطعم منها 60 مسكين، كل مسكين اديه له حفنة بلح. قال: يا رسول الله ما بين ذابتيها أهل بيت أحوج إليه من بيتي، نحن ناس غلبة خالص وإحنا أفقر الناس في المدينة. فقال له: أطعمه أهلك. أطعمه إيه؟ خلاص أطعمه أهلك. قالوا العلماء: هذه خاصة بهذا الرجل، مش كل واحد فقير يقول له أطعم، لا، فقير يصوم، لكن هذا الرجل بالذات حكم خاص به. هل يمنع دم الاستحاضة الذي يخرج على خلاف أيام الحيض للمرأة من صحة الصوم؟ لا، دم الاستحاضة لا يمنع، بس يكون هي شطرة تعرف إيه الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا كانت شطرة وتعرف تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، دم الاستحاضة لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من اقتراب زوجها منها. قلت لو نخلص الأسئلة دي وبعدين احنا مع بعضكم مش هنسيبنا المكان لغاية لما نخلص كل الأسئلة اللي في نفسنا إن شاء الله. نعم. أيوة. احنا قلنا هل تميز دم الحيض من دم الاستحاضة ام لا تميز؟ اذا كان تميز خلاص مجرد ما ينتهي دم الحيض يأذن عليها تصلي تصوم تقرب من زوجها، لكن الكلام ده اذا كانت لا تميز، مرأة شابة ووضع عندها هذا المرض مبكرا ولا تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، هذه التي يقال لها شوف معظم النساء تاخذ كم يوم حيض؟ 5 أيام. غزل أنت خليك 5 أيام حائض، ثم بعد اغتسلي وصلي وصوم، يعني يحكم لها بأقرب النساء إليها، أكثر النساء في المنطقة اللي هي فيها. لا لا، أقرب البلد اللي احنا فيها دي الستات يجيها الحيض كم يوم؟ 5 أيام. خلاص أنت لا، 6 أيام حسب ما أغلب النساء. هل تصلي المرأة التراويح وسائر الصلوات في المسجد أم في بيتها؟ والله شوف، هو صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، لكن إذا حبت تصلي في المسجد والطريق آمن والمسجد آمن وتريد أن يعني تستفيد من قراءة الإمام أو من إذا كان هناك درس في المسجد فلا بأس. إن الأصل هو صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إذا رأت أن تذهب إلى المسجد فلا بأس، ولا أحد يمنعها. كان سيدنا عمر شديد في أمر النساء، وله امرأة عندها حرص على صلاة الجماعة، فيقال لها: عمر يراك ويتميز غيظا حين تخرج من البيت إلى المسجد،
تقول هو وما يمنعه أن يقول لا تخرجي؟ لو قال لا تخرجي فسأخرج، لكن ما دام لم يمنعني أنا لن أمتنع من المسجد. وهو طبعا سيدنا عمر ما يقدرش يقول لها لا تخرجي، لأن عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهو حريص لا تمنع إماء الله إيه مساجد الله، فهو حريص. متى يمكن للصائم أن يفطر بعد الأذان أم فور غروب الشمس؟ لا، هو حتى لا، لأن غروب الشمس قد لا يدركه هو، لأن في بعض البنات العالية دي يصعب عليك أنك تعرف متى غربت الشمس، إنما عليك أن تنتظر الأذان. إذا انتظرت الأذان هذا أفضل وأحسن وتمنع الشك. إنما إذا كنت أنت في صحراء وترى الشمس عند الجبل غربت خلاص، لكن في المدن تنتظر الأذان. ما حكم من غلبه القيء وحكم من استقاء عمدا وهو صائم؟ الغلب القيء فلا حرج عليه إلا إذا خرج القيء متغيرا، إلا إذا خرج القيء متغيرا. أما إذا كان القيء على صورته التي يعني أكلها يعني فلا صيام عليه، يحتسب له هذا اليوم صيام. أما من استقاء عمدا فهو الذي عليه أن يصوم بدل اليوم الذي استقاء فيه. يبقى إذن من قاء غالبة فلا حرج عليه إلا إذا كان القائم متغير، أما الآخر فإنه يؤمر بصيام يوم بدل اليوم الذي استقاء فيه. ما حكم أخذ الحجل للصائم على اختلاف أنواعها؟ ياريت موضوع الحجل ده إحنا نتباعد عنه إذا كان هذا في الإمكان، إذا كان هذا في الإمكان نتباعد عنه، إلا إذا كان الشخص لابد وحتما ولازم يأخذ الحجنة في الصباح، وإلا المرض يتفاحل. في الحالة دي إذا كان الأمر كذلك نقول له أنت من أصحاب الأعذار، حضرتك تفطر وبعد ما تنتهي حالة المرض هذه تصوم هذه الأيام. هل يجب الأخذ برخصة الفطر في السفر؟ لا، هو لا يجب، لكن يفضل ويستحب أن الإنسان يفطر في حالة الإيه السفر. الأفضل له، لكنه لا يجب. وأن تصوموا خير لكم. هل كانت رخصة الإفطار في السفر مرتبطة بالمشقة والوسائل القديمة بحيث أنها الآن لا مبرر لها؟ لا، الكلام ده مش خطير، ما ينفعش نقول والله زمان كانت ما فيش سيارات، ما كانش فيه مثلا قطارات، ما كانش فيه مترو، مشقة السفر. لا، الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطر في السفر رخصة لكم، رخصة صدقات تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الفطر في السفر رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل يجوز المرأة أن تأخذ أدوية لمنع نزول الحيض حتى تصوم الشهر كاملا؟ لا يجوز. أنا لا أقول حراما، ولكن أقول أفضل لها ألا تأخذ شيئا وتفطر الأيام التي يأتيها الحيض، ثم بعد رمضان تفطر، يعني تصوم هذه الأيام، إيه المشكلة؟ هذا أمر طبيعي. المرأة الحيض، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا شيء كتب الله على بنات حواء. ما حكم من احتلم في نهاية رمضان؟ هل يفسد صومه؟ لا طبعا، ما دام احتلم احتلام يعني لم يكن راغبا في هذا الاحتلام، ولم يكن يعني هو له جهد فيه وخرج رغما عنه وهو نائم، فلا حرج عليه. هل يقبل صيام من ترك الصلاة؟
هذه قضية خطيرة. شخص لا يصلي ومع ذلك يصوم. احنا الحديث اللي وارد اول ما ينظر في عمل المرء يوم القيامة الصلاة. فإذا قبلت صلاته قبلت وسائر عمله، وإذا ردت صلاته ردت وسائر عمله. ده الحديث اللي احنا حافظينه من زمان. لكن بما أن الصوم ركن من أركان الإسلام والصلاة ركن من أركان الإسلام، فإذا جاء شخص بأحد الأركان لا نقول له أنت ما دام قصرت في الركن الآخر بلاش الركن ده، لا خله يصوم يصوم، لعل الله سبحانه وتعالى خلال الشهر ربنا يتوب عليه ويصلي. لكن الصلاة ركن والصوم ركن، ولا يغني ركن عن إيه؟ عن ركن. ما حكم من بدأ صومه من أهل بلدته مع أهل بلدته ثم سافر لبلد آخر أو العكس، وكانت هذه البلد قد بدأت الصوم قبل بلدته بيوم أو بعده بيوم، هو يبدأ مع أهل بلده حتى ينتهي هذا اليوم. إذا وجدت بلد أخرى وفيها إفطار يفطر مع البلد الأخرى، أنت تصوم مع البلد اللي أنت موجود فيها وتفطر مع البلد اللي أنت موجود فيه. دي قاعدة من شيخ، هذه قاعدة، الإفطار مع بلدك والصوم مع إيه؟ مع بلدك، مع البلد اللي أنت موجود فيه، يعني مش بلدك اللي أنت، البلد اللي أنت موجود فيه تصوم معهم وتفطر إيه معهم. نعم، حتى لو صام 31 يوم ما دام موجود في بلد فيها صيام. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟ ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟ الإمام مالك له رأي في القضية دي بأن من أكل أو شرب ناسيا صحيح أطعمه الله وسقاه، لكن عليه قضاء يوم. الجمهور الفقهاء من الشافعية والحنبلة والحنفية قالوا أطعمه الله وسقاه يعني لا قضاء عليه. ليه؟ للحديث، للحديث. الإمام مالك بيقول عندنا إجماع على أن من نسي ركعة في صلاته أو نسي سجدة في صلاته تبطل صلاته، فما بالك بالصيام نسي أن فأكل أو شرب، والأكل والشرب ركن، ترك الأكل والشرب ركن من أركان الصيام، كيف يترك ركن أركان الصيام مع ذلك يصح صومهم حتى لو كان ناسيا؟ يعني هذا رأي الإمام مالك أن من أفطر ناسيا عليه القضاء، أما عند الجمهور من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه. هل يشترط لصحة الصيام السحور؟ لا، هو يفضل ويندب ويستحب السحور، لأنه تسحر فإن السحور بركة. لكن إذا كان هو عنده مرض، عنده ظروف، عايز ينام، ما فيش مشكلة، يصح صومه بدون سحور. ما حكم عمرة رمضان وما فضلها؟ عمرة رمضان فاضلة، أفضل من العمرة في غير رمضان. السيدة التي ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام قالها لما لم تحجي معنا حجة الوداع اللي احنا، قالت يا رسول الله يعني زوجي كان عنده نبتين، خد واحدة وترك واحدة عشان، فأنا لم أجد ما أحج عليه. قال طيب إذن اعتمري في رمضان فتأخذ الثواب حجة إن شاء الله. إذن حجة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل إيه؟ ثواب حجة إن شاء الله. ما فضل من فطر صائما؟ وهل يشترط أن يكون فقيرا؟ لا، هو الحديث من فطر صائما فله له مثل أجره، له مثل أجره سواء كان فقير أو غير فقير، وإن كان يعني الفقير أفضل.
ما الحكم إذا طيب إذا انتهت الأسئلة هذا؟ نعم يا سيدي. مبلغ قليل. ايوه. غالي جدا. ايوه. لو انا رحت مثلا عمره رمضان او بعد رمضان وجيت راجع عند جماعه اصحابي هناك في السعوديه لغايه ما اجي وقت الحج وحجيت. هل انا كده عليا اسم انا معيش فلوس حج، الحج مثلا بيوصل له 50 70 ألف. فانا رحت اذا كان اسمعني بس يا ابني، اذا كان الامر متاح قانونا من الجهه اللي موجود انت فيها فلا باس. تقعد شهر شهرين ثلاثة، لكن إذا كان هذا ممنوع خلاص يا ابني أنت تعود إلى بلدك وتظل حتى يمن الله عليك يعني بالفرصة المناسبة للحج. يعني إحنا مش عاوزين نتحايل على أداء الفرائض، لا حيلة في أداء. أنا بشوف، أنا كنت موجود هناك، كنت موجود في مكة 5 سنوات ونصف، وكنت أرى المصريين اللي قاعدين من أيام رمضان عشان الحج، والبوليس يطاردهم، البوليس يطاردهم ويجروا إلى أعلى الجبال إلى سفوح الجبال والبوليس وراهم. ده شرعا يجوز إن أنا أطرد الناس وهم قاعدين معهم؟ لا، هم كدولة لها نظامها القانوني، أنت مش هتعدل عليهم. هم نظامهم أنك أنت في موسم الحج تأتي، أما انتهت موسم الحج خلاص، موسم العمرة تأتي، انتهت موسم العمرة خلاص. فأنا هذا هو أمر الشرع، أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا عندي ما عنديش ظروف للحج، أظل حتى يمن الله عليه بظروف المناسبة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما سقطت عن الفريضة لو عملت؟ لا لا، هو تسقط نعم، لأن هو سقوط الفريضة ما دام أديت. المولى يعني كرمه عظيم، يعني إحنا مثلا بنقول إيه، من صلى في مسجد مغصوب صحت صلاته لكن لا ثواب له فيها، من حج بمال حرام صح حجه ولكن لا ثواب له فيه. ها؟ طب ما هم هي الثواب؟ ها؟ لا، ما هو وأصلا الفريضة سقطت عنك يعني مش هتسأل عنها، لكن لا ثواب لك، يعني ليس لك درجات. مش مغصوب. نعم. أنا ما سلكتش فلوس عشان أحج، لكنك ربنا جعل لنا ان هم الناس دي خدوا البلد دي بتاعتهم وحرموا علينا ان احنا نروح غير ب70 ألف و80 ألف، غصب عني. طب اعمل ايه؟ انا معيش فلوس، ما سددتش. لا حرج عليك، انتظر الفرصه المناسبه لتخرج من بلدك في موسم الحج. لا تعرض نفسك الا ما يتعرض له الاخرون. حضرتك دعوه الخصوصيه في حديث الرجل الذي وقع على امراته، ايه الخصوصيه اللي دعوه الخصوصيه؟ نعم. حديث الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان، قلت هذه خصوصية. نعم. دعوة خصوصية في قاعدة عندنا اسمها قضايا الأعيان. نعم. قضايا الإيه؟ الأعيان. نعم. يعني الشخص إذا كان وقع في مشكلة عامة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم له بالحكم العام ولكن أعطاه حالة خاصة، زي الرجل ده قال له أطعمه أهلك، هل ما يجب علي من إفطار 60 مسكين ولا إطعام 60 مسكين يجوز لي أن أقتصر به على نفسي؟ لماذا خالف النبي عليه القاعدة العامة وقال للرجل أنت أطعمه أهلك؟ يعني مثل هذه الأمور إحنا بنعتبرها قضايا أعيان، زي ما قال العلماء هذا قضية عين، يعني خاصة، حالة خاصة بهذا. ودي في عندنا كم قضية مثلها. نعم. الله يكرمك، هذا كلام جميل، وغيرها كثير. في عندنا قضايا زي مثلا الواحد يعني شرب الخمر. نعم. لو أتى سائل وسأل نفس السؤال وحال يطابق حال هذا الصحابي، ما يعني الإجابة هتكون عليه؟ لا، نقول له حضرتك تصوم 60 يوم. مش قادر. خلاص، تظل أنت مطالب مدين بهذا حتى يمن الله به عليك، لكن لا نقول انه يسقط عنك. فبالنسبه لحضرتك حتى سقطت الكيل، اذا قال انسان متعمدا او غيره، فقلت حضرتك لو غير متعمد وتغير الرائحه، طب ايه لو تغير الرائحه وهو غير متعمد؟ ايه الحكم؟ ما احنا قلنا هو لان التغير لان معناه خرج من معدته، يعني معناه الكيل خارج منين؟ خارج من المعده. اذا هو
يعني يعتبر شأنه شأن الغائط. يعني التغير يعني حيكون السبب حيغير في حكم ايه؟ يعني اذا الطاء غير متعمد وتغير والقيل متغير حيغير في حكم ايه؟ هل حيقضي يوما مكانه او لا يقضي؟ ايوه يقضي يوما مكانه. اذا خرج القائل قيء متغير عليه ان يقضي يوما بدله. نعم. طيب هو هذه قضية من القضايا الشائكة والله، يعني هذه الأيام فيها هذه القضية الشائكة. بعض الإخوان الشباب ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه بالتزام، وأهله ليسوا كذلك. أنا أعرف عدد من إخواننا، لكن على أي حال حضرتك تحاول بقدر الإمكان ألا تريه إعراضك عن طعامه، إذا استطعت ألا تريه إعراضك عن إيه؟ عن طعامه. يعني يأتي قبل الطعام ما يأتي تكون أنت معك مشوار. لا يا والله شوف، على أي حال إحنا بقدر الإمكان إحنا عاوزين نحافظ بين حالتين، حفظك على يعني حرصك على الحلال وحرصك على عدم إغضاب والدك عنك. آه هو لو رأى أنك أنت يعني لا تأكل من طعامه ربما يغضب عليك، فإحنا بنحاول التوفيق بين الأمرين. إحنا نزور ونسلم سلامات، ولكن وقت الطعام نحاول قبل الطعام ما يأتي يكون إحنا معنا مشوار مكان فلاني، صديق مثلا ولا حد تاني، بحيث أن إحنا لا نريه أن إحنا نتأفف عن طعامه بقدر الإمكان. يبقى يكفي أنت مش لازم تزور، تأخذ لك أسبوع، خذ لك يوم واحد وخلص. أقل من أسبوع ما يسكنين. طيب شوف لك أصدقاء في البلد يعني تزورهم في الأوقات المناسبة، حتى ولو تكتفي بيوم بطعام واحد في عند واحد، بحيث أنك أنت المهم أنك أنت أنا المهم أحرص على حاجتين، على حرصك على الحلال وحرصك على عدم إغضاب والدك. دول أمرين مهمين جدا. صحيح مش سهلة، مش سهلة، لكنها محاولة. حتى لو بت معهم انت برضه خبط بالملاقة كده هو، كأنك انت تأكل ولا تأكل، أظهر نفسك انك انت تأكل. ها؟ يعني المسائل مش سهلة يا ابني. يعني رضا الوالدين مطلوب وحرصنا على الحلال مطلوب، بقدر الإمكان بقدر الإمكان نحاول الجمع بين الأمرين. بالنسبة للأرض هو غلط يا ابني. رهن الأرض عندنا ترهن الأرض والشخص المرتهن ينتفع بالأرض سنة وسنتين دون مقابل، هذا معروف احنا يعني ننهى عنه، لكن الناس لازم متشبثين به. حكمه نعم حرام يا ابني، حرام حرام كونك انت تاخذ ارض الاخرين وتنتفع بها وفلوسك على ما هي عليه. قل لهم حرام، قل لهم حرام. اذا انا اخذ ارض ارتهنها ادفع اجرتها كل سنه، ادفع اجرتها كل سنه، أو أقسم الأجرة دي من المبلغ اللي مرهون به. نعم نعم. أيوة في إيه؟ طبعا هيدفع الإجارة مولانا. لو طلبناه بالزكاة على الخارج، على إجمالي الخارج قبل أن يدفع التكاليف ومن التكاليف الإيجار، لو أنا دفعت
مش هلاقي ادفع لو انا دفعت الزكاه قبل خصم التكاليف مش هلاقي ادفع الزكاة. لا يا ابني لا، التكاليف لا نظر لها في موضوع الزكاه. الرجل المزارع حتى الايجار، الرجل المزارع يزرع ويخرج الزكاة مع دفعه للإيجار. لو دفعت الإيجار بنص يعني نص بنص المعروف في البلد، دفع الإيجار بنص يعني مثلا في الأرض ليه دفعته 100؟ إيجاره 100؟ ليه؟ هو لا 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 ادفع 100 كاملة، ما ادفع الأجرة كاملة، أجرة كبقية أرض البلد. طب إذا 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 بعد إخراج الزكاة وباع المحصول ولم يتم دفع دفع لا يا ابني على اي حال خذوا الاحكام يا مشايخ وحاولوا يعني تطبقوها. الزكاه لا تمنع اخذ الاجره او دفع الاجره لاصحاب الارض. المالك زي المستاجر؟ نعم نعم. ايا كان الايجار لا يمنع الزكاه، لا يمنع الزكاه. يعني من يفعل ذلك يعتبر منع الزكاه؟ نعم. من يفعل ذلك اللي هو بيحسب الزكاة بعد خصم الإيجار. لا يا ابني لا لا حبيبي لا لا لا. نعم. أنا وليدي ما عندك التلال والرصيد. الأرض يا ابني عامل بيها بيسحب فيها من البحر يخرج البحر ويرعى الأرض ويشتري ويدفع الزكاة. هل يجوز لي أن أرث منه؟ ترث الملكية بس. ترث. الأرض اللي جابها دي عمل فيها كلها من هذا الطريق يعني؟ بعض من البنك وبعض من البيت وبعض براهن الارض. لا لا حضرتك الارض التي ورثها عن اهله عن والده انت تاخذ نصيبك فيه. طب هو مش ورث عن والده حاجه بسيطه هو زي الارض دي. خذ نصيبك في الارض البسيطه دي وتنزه عن الباقي. تنزه عن الباقي. نعم. حكم الابراج الفلكيه. نعم. الابراج الفلكيه دي لا احنا مالناش دعوه بالابراج الفلكيه، هذه امور احنا ما نفهمش فيها يا ابني، ما نفهمش فيها. نعم يا حبيبي. هل يجب على الصائم النية يوميا؟ نعم. هل يجب على الصائم بجد النية يوميا؟ الصيام ام يكتفي بالنية اليوم الاول؟ على اي حال عند المالكيه ينوي اول يوم لكل شهر كله. وعند الفقهاء الاخرين لازم كل ليله يجدد نية الصيام. ف يعني جدد نية الصيام عشان تبقى انت ايه؟ مع الجميع. هل يحرم ممكن ما فيش مشكلة على مذهب مالك ما فيش مشكلة. هل يحرم قراءة الإخلاص 3 مرات بين كل 4 ركعات في التراويح؟ لأن هناك أقوام يحرمون علينا ذلك، نود معرفة هل هو ده مش مسألة حرام. احنا ما أشد سرعات تسرعنا إلى الحرام. لمن مالك يعني حضرتك تقرا انت الموطأ لا يقول هذا حرام وهذا حلال، يقول هذا احب الي وهذا اكره وهذا احب، هذا اكره وهذا احب. المسائل اشد حاجه كنا قد تقول محرم في شرع الله او هذا حلال في شرع الله، لان التحليل والتحريم انما هو لله رب العالمين. لكن نحن نقول مثلا ايه الاولى ان لا نقول قل الله احد، الاولى نقول احسن، لكن لو قلناها ما فيش حرمه ما فيش حرمه. لكن يعني الاولى الحاجات التي لم ترد نتوقف عنها، لكن لو قيلت ليست فيها حرمه. بس ما عملوها بس انت عايز تسال نعم نعم رفع اليدين بعد تقديم الاحرام كم مره؟ نعم رفع اليدين لا، هو تكبيرة الإحرام هي اللي فيها رفع اليدين، لكن بعد تكبيرة الإحرام الجمهور تكبيرة الإحرام في حال الركوع، في حال الرحل من الركوع. عند الإمام مالك ليس هناك إلا تكبيرة الإحرام فقط بس اللي يرفع يديه، غير تكبيرة الإحرام في رفع اليدين خلاص. لكن عند الآخرين عندهم تكرار رفع اليدين، فمن يرفع يديه فلا حرج، ومن لا يرفعهما ان شاء الله فلا حرج، لانه يعني يتوافق مع بقيه الفقهاء. الخلافات دي احنا يعني بنحرص على اثارتها. وعليكم السلام. نعم. لا تمثيل الصحابه. نعم. لا تمثيل الصحابه. وليه؟ تمثيل الصحابه. تشخيص الشيخ. مسلسلات اللي طلعت. مسلسل سيدنا بخاري اللي جاي في السنه دي يعني
نعم بحكم تمثيل الخلفاء الراشدين. تمثيل لا لا مني. الافضل والاحسن عدم تمثيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا عندنا قرار هنا هو منع التمثيل للخلفاء الراشدين والائمه والعشر المبشرين الجنة. ممنوع حرام. بس في ضروره يا شيخ اللي هي الدوله الشيعيه لا احنا الاخرين يعني لا نتقيد بحلالهم او حرامهم، لكن هنا الدوله منعت التمثيل بالعشر المبشرين الجنه. احنا اتمنى انا لو يمنع الجميع اتمنى، لكن انا لا يطالق قصد الامر. عوام المسلمين السنه بيتاثروا بالتمثيليات على حسب الروايات الشيعيه، فيعني كان واجب يكون فيه. يا ابن الله يكرمك، احنا انت عارف اشخاص الصحابه في قلوبنا، لما تشوف واحد ممثل يشرب الخمر في تمثيلية ويزني في تمثيلية ويعمل أعمال سيئة في تمثيلية ثم يصوف يمثل أبو بكر وعمر، ماذا يكون؟ لا يا ابن لا هذه يصعب تحقيق هذا الكلام، يصعب تحقيق هذا الكلام. احنا عندنا ممثلين مثل عمر بن عبد العزيز ومثل مش عارف مين ومين، ومع ذلك تجده يعني هايس كده. لا يا ابني لا لا يا ابني لا لا خلاص يا مشايخ وفقنا الله. نعم. هل يتعارض قيام النبي صلى الله عليه وسلم ان لبدنك عليه حق؟ لا، احنا قلنا يقوم ثلثي الليل، اذا فيه ثلث الليل موجود يستريح فيه، هو ان لبدنك عليك حق.